بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة مورا سوفت. أنا سمير جمال. إن شاء الله خلال فيديو اليوم هنشرح برنامج مورا سوفت لإدارة الفواتير لشركات تحصيل الديون. هنقول نبذة بسيطة عن البرنامج وإيه اللغات أو المكتبات اللي استعنت بيها والبرنامج الآلية بتاعته ماشية إزاي. في البداية أنا استخدمت HTML5، استخدمت CSS3، استخدمت الجافا سكريبت، استخدمت البوتستراب فيرجن 4، استخدمت الجي كويري، استخدمت الاجاكس، وفي جزء الباك اند استخدمت بي اتش بي لارافيل مع قاعده بيانات ماي اس كيو ال. في البدايه دي صفحه اللوجن عندي، هعمل عمليه تسجيل دخول. هتكون عندي اول ما يفتح البرنامج دي الداشبورد اللي موجوده عندي. طيب في البدايه هنقول نبذه بسيطه عن البرنامج، ايه استخداماته وايه الفكره بتاعت البرنامج. فكره البرنامج هو يخص شركات تحصيل الديون. طيب على سبيل المثال شركات تحصيل الديون بتتعامل مع بنوك، سي مثلا عندنا بنك اسمه البنك الاهلي. البنك الاهلي عنده 300 عميل او 400 عميل، اللي واخد قرض وما سددش، اللي واخد بطاقه ثمنيه وما سددش، اللي واخد تمويل عقاري وما سددش. ففي الحاله ديت البنك بيلجأ لشركات تحصيل الديون ان هي تحصل له المبالغ الماليه ديت بناء على عقد واتفاقيه بين البنك وبين شركه التحصيل، ان هي لما هيحصل العميل ده بيكون له نسبة مثلا سي 1% 2% او 3%. في نهاية كل شهر بتيجي شركة التحصيل تعمل فاتورة وترسلها للبنك، بتقول للبنك مضمون الكلام ان انا حصلت لك 50 عميل بقيمة مثلا 100 ألف. البنك بيعمل تشيك اب بيتأكد ان الفلوس دي دخلت البنك فعليا واتحصلت ولا لا، بناء عليه يبدأ يسدد الفاتورة لشركة التحصيل. طبعا شركة التحصيل بتاخد الفلوس بتاعتها بالآجل، بمعنى بيجي نهاية كل شهر يبعت الفاتوره للبنك، البنك عم يعمل تشيك اب عليها وعم يظبطها وكل شيء تمام، ممكن يسددها له بعد 10 ايام. فكره مورا سوفت ان هو حلل المشكله ديت، ان الفاتوره اول ما هتصدر عندي من شركه التحصيل هتدخل على السيستم الحاله بتاعتها غير مدفوعه الى ان البنك ينزلها لي. طبعا المحاسب بيكون بيعمل تشيك اب كشف حساب على البنك شهريا او اسبوعيا يتاكد الفواتير نزلت ولا لا، بناء عليه لما الفواتير هتنزل يدخل على مورا سوفت ياكد عمليه التسديد من غير مدفوعة إلى مدفوعة. ده طبعا ده فكرة البرنامج عامة، نبذة مختصرة عنه. هنشرح يعني ايه نبذة مختصرة بس عن البرنامج، مش عايزين نتطرق عشان بس الفيديو ما يبقاش طويل. الداشبورد هنا بيطلع لي الفواتير المدفوعة العدد بتاعها والقيمة والنسبة المئوية، نفس القصة دي الفواتير الغير مدفوعة دي القيمة بتاعتها. وطبعا لو ضغطت هنا عرض هيدخلني على الفواتير الغير مدفوعة، هيجيب لي التقرير عنها. نفس القصه الفواتير المدفوعه جزئيا، بمعنى انا بعت فاتوره للبنك بقيمه 100 ألف، البنك ممكن ينزل لي منه 50 النهارده وبعد 3 4 ايام ينزل لي 50 تانيين، فاذا الفاتوره في الحاله ديت هتكون مدفوعه جزئيا مش مدفوعه كامله. وعندي هنا اجمالي الفواتير، عندي 5 فواتير باجمالي مثلا 2 مليون 413 ألف. دي احصائيه الفواتير بالنسبه المئويه طلعها لي هنا، وطبعا استخدمت شارتس مع لارافيل، وفي عندي رسم بياني للعملاء. طبعا دوت العملاء بيكون يعتبر هم العملاء الاكثر حركه، عندي 4 أو 5 عملاء بعمل رسم بيان عنهم عشان اعرف الفواتير اللي دفعت لهم ايه والفواتير الغير مدفوعه ايه. ده طبعا هنا لو ضغطت هنا هيجيب لي قائمه الفواتير، لو دخلت عليها في قائمه الفواتير بيجيب لي الفواتير المدفوعه والغير مدفوعه والمدفوعه جزئيا. ده بيجيب لي كل الفواتير اللي تمت عندي سواء مدفوعه او غير مدفوعه او مدفوعه جزئيا. لكن لو انا قلت له هنا انا عايز الفواتير المدفوعه بس، فبالتالي هيجيب لي الفواتير المدفوعه بس وتاريخ الدفع بتاعها. لو ضغطت هنا على الاسم بتاع البنك في الحاله دي بيجيب لي معلومات الفاتوره اللي تمت، وبيقول لي مثلا على سبيل المثال ان الفاتوره الحاله بتاعتها دلوقتي مدفوعه. لو دخلت على حالات الدفع هنا هيجيب لي الحالات اللي تمت على الفاتوره، الفاتوره ديت كانت غير مدفوعه يوم كذا الساعه كذا ومين اللي ضاف الفاتوره ديت، وبعد كده تم عليها الفاتوره اتاكد على دفعها واتدفعت امتى واتدفعت الساعة كام ومين اللي تم الدفع عليها. ولو في مرفقات هنا بتظهر عندي، دي الفاتورة مثلا عندي هنا المرفق، لو انا عملت عرض للمرفق هنا سي مثلا هيجيب لي الفاتورة بالشكل ده مثلا، ولو عايز اعمل تحميل ليها هيبدأ يعمل عندي داونلود. ونفس القصة لو عايز اعمل حذف المرفق هيحذف المرفق. بس الفكره طبعا بالنسبه لعمليه الحذف والتعديل والاضافه والكلام ده كله بيكون في بيرميشن معين للاشخاص اللي تقدر تعمل الكلام ده كله. طبعا هنا في قائمه الفواتير نفس القصه، عندي ارشفت الفواتير، احيانا في فواتير مثلا من 2019 او 2020 خلاص انا بالنسبه لي الفواتير دي انتهت عندي، عايز بس ان انا اعملها في ارشيف عشان بس ان انا ما اعملش هيدك على السيرفر هنا كل ما يعمل
مثلا تحميل عندي في قائمة الفواتير، هيبدأ يجيب الفواتير المدفوعة والغير مدفوعة والمدفوعة جزئيا وكليا والكلام ده كله. ففي الحالة دي أنا بقف هنا مثلا على الفواتير اللي أنا عايزها وأبدأ أعمل نقل الأرشيف، ففي الحالة دي الفواتير بتنزل عندي في الأرشيف ما بتبقاش موجودة هنا. طبعا ده فكرة التقارير. لو ضغطت على التقارير بيجيب لي التقارير عندي، في عندي هنا بيقول لي أنت عايز تقرير عن إيه، لو قلت له الكل هيجيب لي كل الفواتير التقرير عنها. طبعا ممكن احدد من تاريخ لتاريخ معين انا عايزه، وفي عندي امكانيه تصدير اكسل وعندي امكانيه الطباعه. نفس القصه عندي في تقرير العملاء، لو دخلت على العملاء اقدر احدد القسم بتاعي واقدر احدد المنتج بتاعي واقدر احدد الفواتير اللي انا عايزها المدفوعه وغير مدفوعه والمدفوعه جزئيا. لو سبت ده فاضي من الى وقلت له بحث، في الحاله دي هيجيب كل الفواتير اللي تخص المنتج، سواء يعني الحاجات اللي انا كتبها له هنا من الاخر كلها هي اللي هتيجي معايا. لكن لو حددت من الى وعملت بحث، في الحاله دي هيجيب لي الحاجه اللي انا عايزها من تاريخ الى تاريخ، واعمل عمليه تصدير واقدر اعمل طباعه. طبعا هنا عندي قائمه المستخدمين على السيستم عندي، طبعا بيكون الحاله بتاعته مفعل. ممكن في وقت من الاوقات ان انا اعمل ديسيبل لليوزر عندي، ان انا اوقف اليوزر، ففي الحاله ديت مش هيقدر يدخل على السيستم بتاعي تاني، ونوع المستخدم بيكون اونر. وطبعا انا بقدر اعمل هنا صلاحيات مستخدمين، عندي صلاحيات المستخدمين اقدر اعمل صلاحيه جديده وليكن سي مثلا، اسميها اي حاجه انا عايزها، مثلا يوزر، وادي له الصلاحيات المعينه واطبقها على يوزرات معينين. يعني ما انا ان انا جيت هنا قلت له يستخدم فواتير وقائمه فواتير، يقدر يحذف ايه، يعدل ايه، يضيف ايه، وبعمل اضافه. وبعد كده بروح على المستخدمين، لما بضيف مستخدم جديد هنا بيسالني المستخدم الجديد ده نوع المستخدم ايه. طبعا هنا الصلاحيات بتنزل هنا عندي، مثلا يوزر كذا كذا كذا، وبختم الصلاحيه. طبعا انا ما عنديش ان الصلاحيه واحده غير الاونر، وفي الحاله دي الاونر يقدر يستخدم كل الصلاحيات. نفس القصه عندي هنا المنتجات، طبعا البنوك عندي هنا البنك الاهلي ليد عنده منتجات كذا. لو انا رجعت هنا على الاقسام، انا بضيف الاقسام بتاعتي دي، البنوك اللي انا بتعامل معاها، بضيف البنك اللي انا عايزه، مثلا هنقول مثلا بنك مثلا عندي مثلا بنك اسمه بنك الاهلي ريكفري، انا ضفت البنك عندي هنا مثلا وقال لي تم اضافه القسم بنجاح. لما بروح على المنتجات هنا انا عايز اضيف منتجات تخص البنك ده بالتحديد، بضغط هنا اكتب المنتج اللي انا عايزه مثلا وليكن سي مثلا كريدت كارد، وبضغط هنا اقول له ده مثلا تبع البنك الاهلي ريكفري، وبعمل عمليه تاكيد. طيب ايه فكره اللي انا بعمل هنا؟ عشان في وقت من الاوقات لما اعمل فاتوره، لاحظ هنا مثلا لما اجي هنا على قائمه الفواتير واقول اضافه فاتوره جديده، انا عايز اضيف فاتوره جديده. لما بضيف فاتوره بكتب رقم الفاتوره، بكتب تاريخ الاصدار بتاعها، تاريخ الاستحقاق، الفاتوره دي مستحقه امتى، وبقول له حدد لي القسم. طبعا انا لما اختار بنك الاهلي ريكفري هيجيب لي كل المنتجات اللي تمت على البنك الاهلي ريكفري بس، بحيث ان انا ما اعملش مثلا ان انا اعمل مشكله مع اللي هيبدا يدخل الفواتير ان المنتجات تدخل في بعضها. لا، اللي هو لما يختار القسم فبالتالي هيطلع له المنتجات الخاصه بالقسم بس. مثلا هعمل فاتوره على البنك الاهلي على السي سي، مثلا هكتب مبلغ التحصيل بتاعي ايه، مبلغ العموله بتاعتي مثلا 25000، وهقول له مثلا 5%، هيقول لي اذا ضريبه القيمه المضافه عندك 1250، الاجمالي عندك 26250. واقدر من هنا اعمل اضافه مرفق، اضيف اي مرفق انا عايزه، وبعد كده اعمل عمليه حفظ. لاحظ كده في اللحظه ديت قال لي تم اضافه الفاتوره بنجاح. لو انا رحت على قائمه الفواتير هنا، تعال هنا دي الفاتوره اللي احنا ضفناها دلوقتي، رقمها رقم 6 اهيت، وتابع بنك ايه وتخص ايه والاجمالي بتاعها. لو ضغطت هنا هيجيب لي الديتيلز عن الفاتوره، حالات الدفع بتاعها، ما تمش عليها اي حاجه غير انها غير مدفوعه بس، ونفس القصه ما فيش عليها مرفقات. طيب لو انا عايز اعمل عمليه دفع عليها، بقف هنا على الفاتوره بلاقي حاجه اسمها تغيير حاله الدفع. طبعا بعد ما اتاكد ان خلاص الفاتوره اتدفعت عندي في البنك نزلت، بيقول لي الحاله بتاعتها مدفوعه، اتدفعت امتى، قلت له مثلا 2020 ايا كان الرقم التاريخ، وهكتب لو عايز اكتب ديتيلز معينه، وبعمل تاكيد الدفع. إذا الفاتورة أنا اتأكدت كمحاسب إن الفاتورة نزلت عندي. طبعا هنا نوتيفيكيشن قال إن خلاص تم تغيير حالة الدفع بنجاح، وإذا الفاتورة دلوقتي بقت مدفوعة. لو جيت ضغطت على الفاتورة هنا وقلت له دخلني على حالة الدفع، قال لي إن الفاتورة دي كانت غير مدفوعة وبعد كده بقت مدفوعة. طبعا في نوتيفيكيشن هنا تم عندي هنا، بيظهر عندي وعند المستخدمين. نفس القصة النوتيفيكيشن بيظهر عندي كمان في الإيميل بتاعي، أنا رابط عملية الفواتير بالإيميل، سواء ايميل المحاسب او ايميل المستخدم. يعني مثلا لو قلنا
ندخل بس على الايميل بتاعنا. ده البريد الايميل عندي هنا. لو نلاحظ حاجه هنا قال لي تغيير حاله دفع، دي حاجات كلها تمت عندي هنا. لو انا ضغطت هنا تغيير حاله دفع قال لي في فاتوره رقم اللي هو 5 6 كذا كذا، لو احنا رجعنا على هنا الفاتوره اهيت ايه اللي تم عليها؟ قال لي ان هي تخص البنك ايه وتمت عليها ايه وايه اللي تم، ويبعت لي رساله على الايميل بتاعي بالشكل ده. نفس القصه هنا بيديني نوتيفيكيشن هنا ان تم تغيير حاله الدفع، لو ضغطت عليها هنا هيوديني على الفاتوره اللي تم عليها الدفع او الكلام ده كله. ده الاعدادات اللي احنا شرحناه. وفي الاخر عندي هنا حاجه اسمها تواصل معنا، لو في مشكله عند المستخدم او اي حاجه يقدر يكتب مثلا هنا. طبعا هو هنا بيجيب البيانات المستخدم اوتوماتيك، مثلا هيقول رقم جواله ايا كان رقم التليفون، الموضوع بتاعه هنا مثلا عنده مشكله كذا، ويبدا يعمل عمليه يشرح المشكله بتاعته وبيعمل ارسال. في اللحظه دي بيروح للادمن رساله على طول. هنا طبعا هنا طلع لي الارت بيقول لي تم ارسال رسالتك بنجاح، سيتم الرد عليك باسرع وقت ممكن. لو انا رحت على الايميل اللي عندي هنا وعملت ريفرش هلاقي في عندي حاجه اسمها رساله تواصل جديده، هضغط عليها فبالتالي جابت لي الديتيلز عن المستخدم، واقدر اعمل عندي هنا رد ان انا ارد عليه ان المشكله بتاعته اتحلت او لا. ده فكره البرنامج بتاع مورا سوفت لاداره الفواتير لشركات تحصيل الديون. اتمنى يا رب يكون الناس تستفاد من فكره البرنامج، ويكون ان شاء الله مفيد لشركات تحصيل الديون باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.